بكرة المصريين هيخرجوا عشان يختاروا رئيس مصر القادم، الرئيس اللي هيقود البلاد لست سنوات قادمة. بكرة هنخرج كلنا للإدلاء بأصواتنا في الانتخابات. انزل وشارك، شارك وقول رأيك، شوف مين الأصلح لقيادة البلد في الفترة الجاية. طبعاً أكيد كلنا تابعنا برامج المرشحين خلال الفترة اللي فاتت، وكل واحد كون وجهة نظره واختار المرشح اللي بالفعل يعني هيلبي احتياجاته ومتطلباته خلال المرحلة القادمة، وشايف إن هو الأقدر لقيادة البلد خلال الفترة اللي جاية. قدامك طبعا 4 مرشحين في ورقة الاقتراع، اختار الأصح من وجهة نظرك الأقدر. انزل، المهم إنك تنزل وتقول رأيك، وانت في طريقك للجنة لازم تعرف إن مشاركتك مهمة جدا، بتعزز من استقرار وطنك وبلدك. لازم ننزل ولازم نشارك، لأن المشاركة حق أصيل من الحقوق السياسية. المشاركة واجب وطني، وزي ما بنقول عليها كده فرض عين على كل واحد فينا. مشاركتنا هي قوتنا في التعبير عن رأينا لاختيار الشخص الأصلح والأقدر لقيادة البلد السنين اللي جاية. كل تسهيلات التصويت متوفرة، الهيئة الوطنية للانتخابات قايمة بدور كبير جدا في التسهيلات دي، بحيث أن الجميع يبقى عنده منتهى اليسر والسهولة في التصويت. مثلا لو عايز تعرف مكان لجنتك الانتخابية اللي هتروح تنتخب فيها، كل اللي انت هتعمله انك هتدخل على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، بعدها تستعلم عن الموقف الانتخابي بتاعك، بعد كده هتحط الرقم القومي، هيكون في مكان كده تحط فيه الرقم القومي، هيظهر لك مكان المركز الانتخابي وكمان عنوان لجنتك، وهتوصل للجنة الانتخابية بتاعتك. اول ما هتدخل جوه هيطلبوا منك بطاقة الرقم القومي، هيشوفوا البطاقة ويسلموك على طول بطاقة التصويت، هتختار بقى المرشح بتاعك في المكان المخصص للإدلاء بصوته. التسهيلات كتير، في تسهيلات تانية قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات للناس اللي ليهم حق الانتخاب واللي هيكونوا خارج محافظتهم. الهيئة مثلا وفرت لجان للوافدين او للمغتربين في الانتخابات الرئاسية في كل محافظات مصر. عشان تقدر تعرف مكان لجنتك، الموضوع بسيط جدا وسهل. هتدخل من تليفونك على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وده موجود في كل الأماكن وإحنا عارفينه، وموجود في الإعلام وسائل الإعلام بقاله فترة طويلة. هتعرف مكان لجنتك إلا هتدلي بصوتك فيها. طبعا زي ما في تسهيلات، كمان الهيئة وضعت مجموعة من المحاذير مهمة جدا 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 لازم نخلي بالنا منها كناخبين حتى لا نتعرض للمساءلة القانونية. ممنوع الناخبين يصوروا بطاقات تصويتهم بالتليفون. كمان المسؤولين عن اللجان لازم يتأكدوا ان الناخب وضع ورقة الاقتراع في صندوق التصويت طبعا، ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا. اكيد في كمان حاجات لازم نبقى واخدين بالنا منها حتى لا يعني يبوظ صوتنا. ممنوع تماما ان احنا نعمل اي علامة على ورقة التصويت، ممنوع ان احنا نكتب اسمنا في ورقة التصويت، ممنوع ان احنا نرسم اي علامات على ورقة التصويت، ما نستخدمش الاعلام، ما نرسمش الاعلام، ما نكتبش اسماء المرشحين مرة تانية، ما نكتبش او حتى نحاول نرسم الرمز. ما ننساش كمان ان في تسهيلات موجودة لذوي الاعاقة في كل اللجان، مش في لجنة واحدة، ذوي الاعاقة الحركية، ذوي الاعاقة السمعية، ذوي الاعاقة البصرية، كلهم في كل اللجان متيسر وجودهم ومتيسر حاجات تساعدهم عشان يقدروا يدلوا بصوتهم، لان زي ما احنا عارفين مصر فيها مكان لكل المصريين. صح؟ طبعا بكل تأكيد يا منة. طبعا احنا نكون معاكم النهاردة في متابعة مستمرة لما يحدث في قطاع غزة كعادتنا، وأيضا مشاركة المصريين في هذا الاستحقاق المهم جدا. مرة تانية بنصبح لحضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.